بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. وبعد، يتجدد لقاؤنا أعزائي الطلبة مع رابع محاضرة. فبعد حديثنا كما أوضحنا في المحاضرة السابقة عن أنواع القواعد القانونية من آمرة وأخرى مكملة، وارتباط القاعدة الآمرة بفكرة النظام العام والآداب العامة التي تم شرحها، سوف نتعرض في هذه المحاضرة إلى نوع آخر من القواعد القانونية، ألا وهو القواعد الإجرائية والقواعد الموضوعية. فأما القواعد الإجرائية فهي مجموعة القواعد التي تضع الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون، ويضمها القانون الإجرائي والشكلي بمختلف فروعه، وخاصة قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والذي هو مجموعة من القواعد المنظمة لسير الخصومة القضائية من حيث الإجراءات الواجب اتباعها عند رفع الدعاوى المدنية، ويتضمن بيان التنظيم القضائي الذي يحدد أنواع المحاكم وكيفية إصدار الأحكام وطرق الطعن فيها وإجراءات تنفيذها. كما نجد قانون الإجراءات الجزائية، والذي يتضمن مجموعة القواعد المنظمة لجمع الأدلة عند وقوع الجريمة وإجراءات التحقيق والمحاكمة وإصدار الأحكام والطعن فيها وتنفيذها وبيان الهيئات المختصة باتخاذ الإجراءات السابقة. وهي كل قواعد يطلق عليها بالقواعد الإجرائية. أما القواعد الموضوعية فتنقسم إلى قسمين أساسيين: القانون العام، وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المصلحة العامة، فهو ينظم مجموعة العلاقات التي يكون أطرافها الأشخاص المعنوية العامة كالدولة، الولاية، البلدية، المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري مثل الجامعة، المستشفى العام وما شابه ذلك. وهو بدوره، أي القانون العام، يتفرع إلى عدة فروع سوف نضع لها مجالا في محاضراتنا اللاحقة بإذن الله. أما القانون الخاص فهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المصلحة العامة أيضا، فهو يحكم علاقات الأفراد فيما بينهم من خلال تنظيم مجموعة العلاقات التي يكون أطرافها أشخاص خاصة، سواء كانوا طبيعيين كالأفراد أو معنويين كالهيئات الخاصة مثل الشركات التجارية. وهو أيضا يتفرع إلى عدة فروع مثل القانون العام، وسوف نتعرض تلك الفروع في حينها في باقي المحاضرات بإذن الله. إلا أن الطالب، وبالأخص طالب سنة أولى، من حقه أن يطرح تساؤلا حول المعايير المتبعة، والتي هي في الحقيقة شغلت بال الفقهاء في هذا المجال، وهي معايير تمكننا من التفرقة بين كل من القانون العام بمختلف فروعه والقانون الخاص، وهو ما سنتعرض له في المحاضرة رقم 5 إن شاء الله. وإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه.